طبعا اعزائي المشاهدين، واخيرا لقينا شجره اللبان. سعد، هذه شجره اللبان صح ولا لا؟ هذه نوع من انواع شجره اللبان. تعالي هنا بسم الله. هذه نوع من انواع شجره اللبان، وهي تقريبا 7 اصناف. كانت هي اهميه اللبان قديما، يعني ما فيش دخول اللبان المحلي صناعي، وهذا كان يستخدمه الطبيعي. كانت سقطرة تشتهر بهذا، بانتاج انواع متعدده من انواع اللبان، وفي لبان منها يستخدم للمضغ، وفي لبان يستخدم جانب طيب وبخور كذا. ايوه. طيب، في مناطق كثير في العالم تنتج لبان صح ولا لا؟ او يزرع فيها اللبان. ايش السبب؟ زمان كانوا يعتمدوا على سقطرة ويعتبروها من اهم المناطق تصدير اللبان. تقريبا كنا قرأنا معلومة ان يمر عليها الخط التجاري القديم، خط الحرير وشي كذا، واشتهر هو بتجارة السلع هذه، يقول السلع المقدسة كانت قديما. الفصوص اللبان، فصوص دم الأخوين، برضو يبيعون فيها منتجات الصبر وكذا. ويمكن أهميتها برضو إلى كونها أشجار طبية تدخل في مكونات العديد من الأدوية. هذه شجرة اللبان. نسخة خرق اللبان هي من نفسها، إذا في حد قرحها تقرحها فترة، بعدين تخليها تقيلها مرة ثانية، وعاد تخصص اللبان هذه.